الاغلبيه ديال الاطباء فاش كيجيو عندهم الناس المصابين بهذه المتلازمه كيديروا لهم لي زاناليز، كيلقاو عندهم نسبه السكر طالعه بالدم. صافي كيقول لك السكري، لا شريف راه ماشي السكري، هذوك راه الهرمونات ديال الغده الكظريه، نور اندريالين هو اللي كيزيد في افراز الجليكوز من مخازن الطاقه حيث انت محتاجها، لان سيمباتيتيك مود عندك اتيفي. اش كيدير هو؟ كيعطيك ادويه ديال السكر. الضغط كذلك كيكون مرتفع، شي حاجه اللي طبيعيه فاش كتضارب اولا كدير شي رياضه اولا كتهرب من شي حاجه ضروري الضغط كيطلع. الطبيب كيلقى الضغط طالع كيعطيك ادويه ديال الضغط. متتبعي قناة بيت الصحة والسعادة، السلام عليكم. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وبصحة جيدة وفي أحسن الأحوال يا رب. 322 فيديو في القناة، وهذا الفيديو بإذن الله غادي يكون هو 323. كل فيديو من هذه الفيديوهات يعالج موضوع معين في العصارة ديال الأبحاث وآخر ما توصل إليه الباحثين في مجال التغذية والطب الوظيفي. عالجنا في هذه الفيديوهات العديد ديال المشاكل وأزلنا الستار على العديد من المواد الغذائية الرائعة اللي كنا كنجهلو أو اللي تناسينا قيمتها. حاولت من خلال هذه الفيديوهات نعطيكم كل شيء ومنخبي عليكم حتى شي حاجة من داكشي اللي كنعرف، سواء داكشي اللي قريت أو اللي قلبت عليه، يعني مجهوداتي الخاصة. هادشي بلا ما نقول لكم المعاناة اللي كدوز على خوكم باش يشرح ويوصل لكم المعلومة بطريقة اللي سهلة وسلسة، اللي كتخلي على ما أظن أي شخص شاف الفيديوهات اللي كنحط يفهمني أشنو بغيت نوصل من ألف إلى الياء. بالنسبة للناس اللي قدام معانا في القناة غادي يكونوا فهموني، علاقتنا بالقناة بحال شي عائلة كبيرة. أما بالنسبة للناس الجداد، إلا كان هذا هو أول فيديو غادي يشوفوه، فما فيها بأس أنهم يدخلوا يضربوا دويرة في القناة باش يعرفوني علاش كندوي. مع العلم أنني كنحاول قدر المستطاع نجاوب على الأسئلة اللي كيطرحوها المشاهدين، غير صبروا معايا واحد شوية لأنني صعيب نجاوب على كل شيء في خطرة واحدة. الموضوع ديال اليوم تطلب مني مرارا وتكرارا، ومع هذا الوقت كيدوز والناس كيطلبوه أكثر وأكثر، لهذا قلت نسبقوه والأول حان وقته. الحلقة ديال اليوم غادي تكون على الفايبروماليجيا أو متلازمة التعب المزمن الفاتيك ساندروم، اللي مصابين بها أكثر من 15% ديال العيالات في العالم. هذا لا يعني أن هذه المتلازمة هي حكر على العيالات، لا، غير هو كيتصابوا بها العيالات أكثر من الرجال. وكاين منا دابا اللي غادي يشوف الفيديو أو اللي غادي يسمع الفيديو وغادي يكتشف لأول مرة بأنه مصاب بها وما كانش عارف. المهم سواء كنتي عارف أو لا ما عارفش بأنك كتعاني من فايبروماليجيا، فلازم عليك تشوف الحلقة، فيها معلومات من ذهب غادي تشكرني عليها في آخر الفيديو. خليكم معنا، غادي نشرح لكم كيف ما العادة كيفاش وعلاش والطريقة الصحيحة اللي خاصك تتعامل بها مع المرض إلا بغيتي تفك منه مشي بلا رجعة. معكم أخوكم رضوان شوقي في المختصر المفيد. المشكل ديال هذا المرض هو انه صعب التشخيص. عمر الطبيب ما يقول لك من لا سيونس الاولى انت او انت عندك الفايبروماليجيا، لان اصلا الاطباء كاين اللي ما كيعترفش بهذه المتلازمه كاع. مي واحد الحاجه اللي كتسالي معايا وكتقتلني، قال لك سيدي لازم الطبيب يدوز من عده مراحل، وهذه المراحل تقدر توصل حتى لخمس سنوات من بعد ما جرب جميع الحلول وجميع الادويه وما تجيبش نتيجه، عاد ديك الساعه يقدر ينزل يديه ويقول لك بانك مريض بمتلازمه التعب المزمن، اللي طب الى يومنا هذا باقي ما لقاش لها حل ومدخلينا في خانه الامراض المزمنه. تخيلوا معايا من بعد ما خسرتي فلوسك في لي سيونس ديال الطبيب وتجربت عليك جميع الادويه اللي ما كانش عليك اصلا خصك تاخذها، واللي حتى هي غادي تلقى راسك خسرتي فيها فلوس صحيحه، او هلكتي صحتك بادويه اللي ما كانش خصك تاخذها، وغيجي في الاخر يقول لك لا راه هادشي كاع اللي دوزنا راه ماشي هو هذاك، راه عندك متلازمه التعب المزمن باش تحس. المهم هذا ماشي موضوعنا، ولكن كان من اللازم عليا والواجب عليا اني نقول لكم هذوك الكلمات. حنا بالنسبه لهم في اران تجارب لا اقل ولا اكثر، بغيتكم تفيقوا واحد شويه باركه من لعبات بصحتكم. المهم اشنو هو الفايبروماليجيا او لا متلازمه التعب المزمن؟ الفايبروماليجيا هو واحد المرض اللي في الاونه الاخيره داع الصيت ديالو في العالم، والانتشار ديالو عام ورا عام كيزيد. والمشكل العويص ديال هذا المرض هو انه اكثر من 85% كيف ما قلت لكم كيتشخص غلط وكيتعالج غلط. المهم هذه المتلازمه كتصنف على انها اضطراب مزمن يقدر يكون كيجي وكيمشي او لا دائم مستمر. الشخص المصاب به كيحس بالم عضلي هيكلي في الجسم ديالو كله، ولكن هذا الالم ليس بالتهاب، يعني غير ناتج على التهابات. يعني الا درتي تحليله ديال التهابات تقدر تلقاها نورمال وانت كتعاني من الالم في الجسم ديالك كله. وفاش كنقول لك الم هيكلي عضلي، فاحنا كنتكلموا على العضلات والعظام والاربطه والاوتار وحتى الاعصاب، يعني كل ما يربط العضلات بالعظام، لو سيستيم كامل معني بالامر. والقضيه ما كتوقفش هنا، الالم كينتج عليه التعب، والتعب كينتج عليه ارق، والارق بطبيعه الحال شنو كينتج عليه؟ عدم القدره على الاستيقاظ بالصباح. والا فقتي كتحس براسك بحال الجسم ديالك فاش انت كتنعس هو كان كيصنادق، كتفيق الجسم ديالك مدمر ما قادر يدير والو، وهادشي فين كيجرك؟
كيجرك تدخل في اكتئاب، ما كيبقى عندك الخاطر حتى شي حاجه، وكتولي مقلق. ما غاديش نقول غير بوحدك، ولكن مقلق حيت عندك الم في الجسم ديالك ما عارفش السبب ديالو، وما كتنعسش مزيان بطبيعه الحال، يعني ما كترتاحش. والجسم فاش ما كيرتاحش العقل ما كيخدمش كما ينبغي، كيولي عندك بطء في الاستيعاب ومشاكل في الذاكره والانتباه، والتركيز كيولي عندك مشتت، ما كتقدرش تكونسونطرا على اي حاجه. ومن غير هادشي اللي بالنسبه ليا انا هي حاجه كتجر الاخرى، كاين كذلك الام المفاصل، وفاش كتقلبوا ما كتلقاهم لا حمرين لا منفوخين. وعلاش كيضروا كيفاش الله اعلم. فقدان الشهيه حتى هو عارض من الاعراض، وحتى الحساسيه كيف ما كان النوع ديالها. هادو هما الاعراض اللي كتبان على الناس اللي عندهم هاد المتلازمه. والمشكل اللي كيخلي الناس المصابين بهاد المتلازمه يدخلوا في واحد المتاهه، هو انك مثلا الا مشيتي تدير بيوبسي على العضلات كتلقى ما فيها حتى شي مشكل، الاعصاب كذلك، الدم حتى هو التحاليل ديالو اغلب الاوقات ما كيكون فيه حتى شي مشكل، الحماق تصدي صافي. ولكن كميه الابحاث اللي دارت على هاد المتلازمه كثيره بزاف، كل مره كيطيحوا على واحد النقطه اللي ما كتكونش كافيه، وكيجي بحث اخر كيلقى نقطه اخرى، وهي غاده. ومع سلسله الابحاث وجمع النقاط مع بعضياتهم، لقوا واحد القاسم مشترك ما بين جميع النقاط او نتائج الابحاث. لقوا على ان هاد المتلازمه هي مشكل في الجهاز العصبي. كيفاش؟ ركزوا معايا واحد شويه باش تفهموا مزيان، راه ماشي شي حاجه اللي صعيبه. الجهاز العصبي اللا ارادي او لو سيستيم نيرفو اوتونوم اللي عندنا كينقسم لجوج ديال الانواع، سيمباتيتيك و باراسيمباتيتيك. هاد جوج ديال الانواع هما اللي كيتحكموا لينا في الجسم ديالنا من راسنا حتى لرجلينا. الله عز وجل كل واحد ولاش دارو، واحد مديرو لحاله الطوارئ والاخر للهدنه وحاله الاسترخاء الطبيعيه، واحد ضد الاخر. جهازك العصبي بطبيعه الحال ماشي غير الجهاز العصبي، الجسم باكمله، فاش كتكون مضارب او هربان او مخاصم الى اخره، ماشي هو فاش كتكون مهدن مرتاح ما عندك حتى شي مشكل. الجهاز العصبي سيمباتيتيك كيتاكتيفا في حاله الخطر اللي كنسميوها حاله الهروب من الاسد. هنا اشنو كيوقع؟ الجسم كيركز على داكشي اللي انت محتاجو في ديك الوقيته، كيحفز الكبد على اطلاق الجليكوز في مجرى الدم باش يزودك بالطاقه اللي انت خاصك في ديك الساعه. البؤبؤ ديال عينيك كيوسع باش العين تركز مزيان. القصبات الهوائيه كتوسع باش تسمح للهواء يدخل بكميات كبيره للرئه. الغده النخاميه كتعطي امر للغده الكظريه، كتقول لها فرزي لينا الادرينالين والنوادرينالين. وبطبيعه الحال هاد جوج هرمونات كتعرفوا الدور ديالهم، واحد فيهم كيتحكم في ضربات القلب ضغط الدم، زياده تدفق الدم الى العضلات، وكيقللوا في الجهاز الهضمي. وهذا الشيء علاش فاش كيتخلع شي واحد كيحس بانك كتشخوات، لان تدفق الدم فجاه توقف على الجهاز الهضمي. الجهاز العصبي كيقول لك واش حنا دابا في الهضم. اما بالنسبه للنوادرينالين هذا كيزيد في افراز الجليكوز من مخازن الطاقه، كيعطيك كذلك زياده في اليقظه والتركيز باش تفكر دغيا وتعرف راسك شنو غادي دير في هذيك اللحظه ديال الهروب. هادشي كله كيوقع في الجسم ديالك، والمسؤول عليه هو الجهاز العصبي سيمباتيتيك. هادشي كيوقع لا اراديا، ماشي انت اللي كتحكم فيه. أرى لنا الجهاز العصبي باراسيمباتيتيك كيكون هو المسؤول على إعادة الجسم من حالة الطوارئ ومواقف التوتر والنشاط الشديد اللي ما مولفش عليه الجسم إلى حالة السكينة والاسترخاء والتعافي. المهم كتعتبر ضروري للحفاظ على التوازن الداخلي ديال الجسم والصحة بصفة عامة. دابا المشكل ديال هاد الناس اللي مصابين بهاد المتلازمة هو أن الجهاز العصبي اللا إرادي سيمباتيتيك وقع عليه إجهاد بقوة مخدام. شتو هذيك الحاله ديال الهروب من الاسد، عندهم ديما خدامه، هاد الجهاز ما كيرتاحش ديما اكتيفي. وكيف ما كنقول لكم ديما، اي عرض كتحس به او اي مرض كيجي كتعتبر رساله من الجسم على وجود مشكل كيلكو باغ. الوغ هنا اش خاصك دير؟ خاصك تقلب على المشكل منين جاي، تسمع الجسم ديالك. الاغلبيه ديال الاطباء فاش كيجيو عندهم الناس المصابين بهاد المتلازمه كيديروا لهم لي زاناليز، كيلقاو عندهم نسبه السكر طالعه بالدم. صافي كيقول لك السكري، لا شريف راه ماشي السكري، هذوك راه الهرمونات ديال الغده الكظريه، نوع اندريالين هو اللي كيزيد في افراز الجليكوز من مخازن الطاقه، حيث انت محتاجها، لان سيمباتيتيك مود عندك اكتيفي. اش كيدير هو؟ كيعطيك ادويه ديال السكر، الضغط كذلك كيكون مرتفع، شي حاجه اللي طبيعيه فاش كتضارب اولا كدير شي رياضه اولا كتهرب من شي حاجه، ضروري الضغط كيطلع، الطبيب كيلقى الضغط طالع كيعطيك ادويه ديال الضغط، كيحاول يغطي لك على الاعراض، والسبب هو ما سوقوش فيه. ولكن الا عرفتي بان المشكل جاي من الجهاز العصبي اللا ارادي سيمباتيتيك وحاولتي تنزل حاله الطوارئ، كلشي الاعراض غادي تمشي مشيه بلا رجعه. واش فهمتوني شنو بغيت نقول؟ اول حاجه خصهم يبداو بها الناس اللي كيعانيو من هذه المتلازمه هي الجهاز الهضمي. الا لاحظتوا في الشرح قبيله فاش كنكونوا تحت تاثير سيمباتيتيك مود، الدوره الدمويه كتسحب من الجهاز الهضمي، لانك كتكون محتاج الدم في الاعضاء الرئيسيه الاخرى اللي كيعتمد عليها الجسم في حاله الطوارئ. هنا الجهاز الهضمي اشنو كيوقع؟ الهضم كيتعطل، الامتصاص ما كيبقاش، الحساسيه ديال الاكل كتزيد، كيولي عندك ارتشاح الامعاء، حمض المعده البي اش ديالو كيطيح، زيد على بعض المواد الغذائيه اللي ما كانش عندك معاها مشكل كتولي عندك منها حساسيه، وزيد وزيد. السيروتونين اللي عقلته فين قلنا كيتفرز؟ يلا بالصحه والسعاده في الامعاء، ياك؟ تماما. شكون اللي كينتجو؟ بكتيريا الامعاء.
ايوا وكيفاش بالسلامه بغيتي تنعس اولا المود ديالك يكون مزيان وانت الجهاز الهضمي عندك ما كيقومش بوظيفه ديالته. اما الا استكملتي انت كتعاني من هاد المتلازمه وكتاكل اكل غير صحي فالطامه الكبرى. الهرمونات تقريبا كلها اللي كتحكم في المود والمزاج ديالنا والنوم الى اخره تفرز في الامعاء، وهذا ما يفسر المزاج ديال الناس اللي كيكون عندهم الفايبروماليجيا. ديما فاش كنتمعن في جميع الامراض كنلقى السبب الاول والرئيسي هو الجهاز الهضمي. البروبيوتيك بكتيريا الامعاء دويش عليها مرارا تكرارا، درت عليها اكثر من 3 ديال الحلقات. الاهميه ديالها كتحكم في المزاج في التصرفات الاحاسيس، شتي حتى من الرياكسيون اللي كيصدروا من اي شخص كيف ما كان بكتيريا الامعاء هي اللي كتحكم فيها. لهذا الناس المصابين بهاد المتلازمه خاصهم يصلحوا اول حاجه حمض المعده، ثاني حاجه الميكروبيوم. حمض المعده دوينا عليه مرارا وتكرارا، خل التفاح غادي الغرض، الحلقه راه كاينه في القناه. اما الميكروبيوم نقدروا نصلحوه بالاكل الصحي، ولكن غادي ياخذ واحد الوقت لان ما يمكنش تصلح داكشي اللي خسرتيه في سنين هادي بوجبه اولا جوج. هنا نقدروا نعاونوا بمكمل غذائي ديال البروبيوتيك يكون اكثر من 10 ديال المليار، ناخذوه ل10 ايام الاولى من كل شهر ونحبسوا. ثاني حاجه فيتامين دي بلا ما نضيعوا فيه الوقت، حتى هو درنا عليه حلقه مفصله. اصلا سواء كانت عندك فايبروماليجيا او لا، فيتامين دي ما خاصش النسبه ديالته تطيح عندك في الجسم، والا فكتكون معرض لمشاكل كثيره. خاصك ما بين 5000 حتى 10000 وحده دوليه كل نهار، كنقول كل نهار على الاقل 3 شهور، ويتخاد وسط وجبه تكون فيها دهون. رجعوا الحلقه ديال فيتامين دي باش تفهموا مزيان. من غير البروبيوتيك والفيتامين دي المغنيسيوم، ديجا الناس اللي كيعانيوا من هذه المتلازمه ديال التعب المزمن في التحاليل كيكون عندهم نقص كبير في المغنيسيوم. والمغنيسيوم دوينا عليه في الحلقه قبل الماضيه بالتفصيل، وشفنا الوظائف العجيبه والكثيره المهمه اللي كيقوم بها. والمشكل هو ان اكثر من 90% ديال البشر عندهم نقص فيه، وشفنا التاثير ديالو على الاعصاب والعضلات. والفايبروماليجيا اشنو الاعراض ديالها؟ هي الم عضلي هيكلي مزمن، وبهذا في الارتباط ديال المغنيسيوم بهذا المرض ارتباط وطيد. واخر حاجه هي البي كومبلكس، يعني فيتامينات المجموعه ذا، لان عندها اتصال مباشر وتاثير مباشر على الاعصاب والاربطه. كاين الناس اللي غادي يقولوا لي ستريس واش ما عندوش علاقه؟ لا، طبيعه الحال عنده علاقه وعلاقه وطيده حتى هو. الا لقيتي كيفاش تبعدوا عليه لو ماكس مزيان، ولكن علاش ما ذكرتوش؟ لان الميكروبيوم الا كان عندك بصحه جيده فهو كيتحكم في طريقه تعاملك مع ستريس، ما كيخليكش معصب، دغيا المزاج ديالك كيتقاد وما كيخليش المشاكل تاثر عليك بطريقه سلبيه. ودابا غنجيكم لاخر نقطه اللي الا درتيها غير بوحدها يمكن لك ما دير معها حتى شي حاجه من هادشي اللي قلت لكم مسبقا، اللي هي اش؟ الرياضه. تخيلوا معايا الاحصائيات كتقول بان الناس اللي كيتشخصوا بالفايبروماليجيا عمرهم ما لقاو فيهم شي واحد كيزول الرياضه، يعني الا زولتي الرياضه بشكل يومي مستحيل تلقى عندك هاد المتلازمه. الاحصائيات الى يومنا هذا هادشي اللي كتقول، الى ان يثبت غير هاد الكلام. اذا اشنو غادي نستنتجوا من هاد القضيه هادي؟ ان الرياضه بوحدها قادره انها تخرجنا من هاد المشكل. لهذا اول حاجه خاصنا نبداو بها هي الرياضه، نتحركوا. ثاني حاجه الجهاز الهضمي، ونعطيو الجسم داكشي اللي خاصه. هذا كل ما في الامر، هذا كل ما يتعلق بالفايبروماليجيا او متلازمه التعب المزمن. كنتمنى نكون جاوبتكم على جميع الاسئله ديالكم. المهم هادشي اللي عطى الله بالنسبه لهذه الحلقه هذه، كنتمنى انها تكون مفيده. كان معكم اخوكم رضوان شوقي في المختصر المفيد، خليت لكم راحه والى حلقه مقبله مع موضوع جديد باذن الله.